إذن مشاهدينا الكرام، في المغرب وبعد افتتاح قنصلية للإمارات في مدينة العيون في منطقة الصحراء، حديث عن خيار ممكن للمغرب وهي تتحرك في هذا الملف من أجل كسب التأييد الدولي. ما سمي بدبلوماسية القنصليات؟ هل تنجح المغرب في تمرير مقاربتها وتثبيتها كخيار سياسي؟ نتابع بعض هذا التقرير. قامت الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي بافتتاح قنصلية لها في مدينة العيون بالصحراء التي يسيطر عليها المغرب، وتطالب جبهة البوليزاريو باستقلالها، وهي أول ممثلية دبلوماسية لدولة عربية بالمنطقة. وبحسب المغرب فإن هذه الخطوة تندرج في سياق دينامية اعتراف بمغربية الصحراء. وتحتضن المنطقة منذ أواخر العام الماضي 15 قنصلية أجنبية أخرى لدول من إفريقيا جنوب الصحراء في مدينتي العيون والداخلة على المحيط الأطلسي جنوبا. وصرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى أن هذه الخطوة تندرج في سياق دينامية اعتراف بمغربية الصحراء، والتي تحظى بدعم متزايد من لدن المجتمع الدولي حسب قوله، لافتا إلى أهمية الدلالات السياسية والقانونية والدبلوماسية لهذه الخطوة. وللتذكير فإن المغرب يسيطر على 80% من مساحة الصحراء المتنازع عليها، مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة البوليزاريو باستقلالها مدعومة من الجزائر. وشهدت هذه المستعمرة الإسبانية سابقا، والتي ضمها المغرب في عام 1975، نزاعا مسلحا حتى وقف إطلاق النار عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليزاريو. وتجدر الإشارة أن جبهة البوليزاريو والجزائر أدانتا افتتاح قنصليات أجنبية بالمنطقة في وقت سابق هذا العام، واعتبره الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي انتهاكا للقانون الدولي ومساسا بالوضع القانوني للصحراء الغربية. إذن ماذا تخفي هذه التحركات الدبلوماسية في مدينة العيون ومنطقة الصحراء عموما؟ معنا عبر الهاتف دكتور إدريس الكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مراكش. دكتور إدريس، أهلا بك. أهلا بك من جديد دكتور إدريس الكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مراكش، تحياتي إليك. شكرا، أهلا وسهلا. إذن دكتور إدريس، هذه الخطوة التي سميت إعلاميا بدبلوماسية القنصليات، هل تستطيع المغرب أن تحدث اختراقا وتكسب أكثر تأييد على المستوى الدولي وهي تقدم مقاربتها لأزمة الصحراء؟ أولا يعني هذه يعني فتح هذه السفارات هو قرار سيادي من الدول المعنية بها، وهو جاء نتيجة مراقعات يعني قانونية ومراقعات يعني موضوعية طرحها المغرب على الصعيد الدولي، وطرحها المغرب داخل الأمم المتحدة بالصورة التي جعلت مجموعة من الدول تقتنع بالطرح المغربي، وخصوصا بعد طرح مشروع الحكم الذاتي. هذا المشروع الذي يوازن أو يعني يحاول أن يوازن مع خياري الاستقلال وخيار الوحدة ويعني داخل المغرب. وأعتقد بأن هذه الخطوة مهمة جدا، على اعتبار أولا أنها تؤكد من قبل الدول التي تبادر إليها بثقتها في المقاربة المغربية وبثقتها في الاستقرار الذي يعم هذه المنطقة، بما سيسمح مستقبلا بالقيام باستثمارات وبما يدعم تعزيز التنمية في هذه الأقاليم، خصوصا وأن المغرب يعني يسعى من خلال مشروع أو نظام الجهوية الذي ينهجه، بما يجعل الساكنة طبعا يدبرون شؤونهم بأنفسهم، لأن يدعم يعني مشاريع تنموية في هذه الأقاليم، طبعا في إطار مشاريع تعرفها يعرفها الشعب المغربي ككل، بما يمكنها أن تلعب أدوار طلائعية فيما يتعلق ب الانفتاح المغرب على عمقه الافريقي. ولا ننسى ايضا بان هذه السفارات التي بادرت اليها مجموعه من البلدان الافريقيه تاتي بعد ان انضم المغرب الى الاتحاد الافريقي وتجاوز منطق الصوت الواحد. دكتور ادريس، تردده يعني مقاربه وحيده. دكتور ادريس، بعد 15 قنصليه افريقيه، اول قنصليه عربيه قنصليه الامارات، المسكوت عنه كما يتداول عند العديد من المحللين بأن سيكون هناك مقابل تقدمه المغرب لهذه الخطوة الإماراتية، هناك حديث بأن الإمارات يشتغل على محاولة استمالة المغرب لمسار التطبيع،
عبر خصيرته الضعيفة بين معقفين وهي ملف الصحراء. مدى دقة هذا التحليل؟ أولا العلاقة المغربية الإماراتية هي علاقة وطيدة، ويبدو على أن يعني المبادرة الإماراتية جاءت، ولكن بعد ذلك دكتور إدريس ليست وطيدة جدا بعد سحب السفراء، ليست وطيدة جدا بعد سحب السفراء. لا، أولا يعني عندما نتحدث عن العلاقات الرسمية بين الدول هي لا تقاس من خلال وسائل الإعلام أو نقاش هنا أو هناك، تقاس من خلال المبادرات الرسمية، من خلال سلوكات الفاعل الرسمي. قال لا أعتقد أن ثمة يعني خلل أو ثمة أزمة أو ثمة مشاكل على مستوى العلاقات المغربية الإماراتية. طبعا هذا يعني هذه المبادرة أعتقد بأنها تثمن وتزكي بصورة واقعية علاقة البلدين، على أنها تتجاوز فقط التأييد السياسي أو التأييد الدبلوماسي إلى تأييد فعلي. لا أعتقد كذلك بأن المغرب دخل في صفقة في هذا الشأن، أو أن الإمارات تسعى كذلك إلى هذا الشأن، على اعتبار أنه كما قلت أن الأمر يتعلق بقرار سيادي، والمغرب سبق أن وضح يعني مواقفه إزاء الصراع العربي الفلسطيني، وطبعا أن أبدت الكثير من الفعاليات الرسمية كذلك موقفها من التطبيع مع إسرائيل، وخصوصا في ظل الظرفية الحالية حيث جمود على مستوى التعاطي مع الاتفاقيات المبرمة ومع استمرار الانتهاكات الأراضي الفلسطينية ومع استمرار كذلك بناء المستوطنات. أشكرك دكتور إدريس الكليني أستاذ العلاقات الدولية في جامعة مراكش، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. الاقتصاد متأزم في تونس، أزمة اقتصادية حادة وعميقة، هكذا صرح رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي. مع بعض نستعرض بعض ملامح هذه الأزمة من خلال الأرقام. في معهد الإحصاء وفي آخر أو من آخر نشرية له ويتحدث عن الوضع الاقتصادي في تونس، تحدث عن نسبة الانكماش التي تسبب بها انتشار وباء كورونا في الفصل الثاني من عام 2020، تخطت نسبة الانكماش 20%، وهو أثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي في جميع المناحي. كذلك معهد الإحصاء تحدث عن نسبة البطالة التي قفزت من 15 إلى 18% في نفس الفترة، يعني في النصف الأول من 2020، وهو رقم خطير جدا. يعني 15% رقم كبير، ولكن 18% يعني الوضع دخل إلى مرحلة حرجة، وأصبح فعلا تونس تعيش أزمة اقتصادية حادة في مستوى التشغيل. كذلك البنك المركزي قال بأن الوضع الذي تعيشه تونس الآن وحالة الانكماش الاقتصادي المسجلة في البلاد غير مسبوقة. يعني في تاريخ تونس ومنذ إنشاء البنك المركزي لم تسجل إحصائيات البنك المركزي مثل هذه الوضعية التي تعيشها تونس على المستوى الاقتصادي، وهذا الانكماش غير مسبوق. كذلك منظمة الأعراف، الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، قال بأن الموجة الأولى لوباء كوفيد-19 تسببت في خسارة حوالي 165 ألف مواطن عملهم ما بين مارس ويونيو، يعني في تقريبا 3 إلى 4 أشهر 165 ألف موطن شغل تبخرت في تونس. سنعود لماذا هذا أسباب التبخر عندما نعرف بقية الأرقام. كذلك في تصريحات لمسؤولين في منظمة الأعراف قالوا بأن حوالي 35% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الخاص مهددة بالاندثار، و40% من شركات الصناعات التقليدية على وشك الإفلاس. يعني 35% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهي النسيج الأساسي والعمود الفقري للنشاط الصناعي والتجاري في تونس، يعني الحرفيين وصغار التجار، يعني مهددة بالاندثار، و40% من شركات الصناعات التقليدية، وهو قطاع يشغل آلاف عشرات الآلاف بين مصنع وتاجر في تونس، على وشك الإفلاس طبيعي لغياب السياحة، والسياحة مورد أساسي من موارد تونس المالية والتجارية كذلك. ثم رقم آخر مهم جدا في معهد الإحصاء وفي إحصائيات عام 2019، وهو رقم يعني له دلالات كبيرة جدا حتى نفهم تداعياته، لأن ما سبق هو نتيجة هذه الوضعية.
يضم القطاع غير المنظم 44% من مجموع العاملين في البلاد بحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء لعام 2019. والصورة التي ورائي تعبر عن ذلك، هذا الصراف في الطريق العام في تونس على طريق الحدودية بين تونس بن قردان، يعني تونس وليبيا، صراف عمومي هكذا، لا إطار قانوني له ولا يعني سياقات إدارية توجد مثل هذه السلوكيات الاقتصادية والمالية في تونس. معنا عبر الهاتف الحديث في هذا الموضوع الأستاذ خالد العويديدي الخبير الاقتصادي. أستاذ خالد أهلا بك. وسهلا جمال الدين العويديدي. عفوا أستاذ جمال الدين، عفوا جمال الدين العويديدي أهلا بك. أهلا بك، مرحبا، شكرا شكرا. أستاذ جمال الدين، يعني آخر رقم استعرضناه وهو رقم صادر عن معهد الإحصاء في عام 2019 بأن 44% من قطاع غير منظم وهو قطاع هامشي، هذا القطاع يعني هو متضرر من هذه الهامشية، وأيضا هذا القطاع تقريبا الآن يتسبب بشكل مباشر في إرباك الاقتصاد لأنه سيضخ يد عاملة عاطلة، سيكون سبب في تعطيل الحركة الاقتصادية. وأيضا إضافة للأرقام السابقة، تونس تعيش حالة انكماش غير مسبوق كما صرح البنك المركزي. هل هذا يعود لهشاشة البنية الاقتصادية، للهيكلة، لأزمات موروثة، أم أن إدارة الأزمة ما قبل حتى كورونا كانت سبب في ذلك؟ شكرا على الدعوة وتحية لكم مشاهديكم. صحيح، يعني هناك تقريبا 1,600,000 يعني مواطن يعيش، يعني يشتغل في القطاع الموازي هذا، يعني بدون تصريح جبائي وبدون تصريح اجتماعي، وهذا ما أضر حتى بال يعني صناديق الاجتماعية في تونس، وهذا كذلك ما دمر الاقتصاد المنظم وأدى إلى إفلاس عديد المؤسسات سواء كانت منها صناعية أو تجارية، هذا بالتأكيد. أخي العزيز، معناها نحن من يعني مختصين في الاقتصاد والتنمية أكدنا على أنه المنوال التنموي في البلاد اللي تم تأسيسه على أساس يعني القطاع السياحي معناها بالدرجة الأولى، وهو قطاع لا يتعدى 5% من إجمال يعني الدخل معناها السنوي العام في تونس، لذلك معناها وكذلك يعتمد على المناولة لصالح الشركات الأجنبية الغير المقيمة والمصدرة كليا، وهي تقريبا 90 أو 95% كان مش أكثر، يعني تابعة لفرنسا بنسبة 40%، إيطاليا 30%، ألمانيا 15% تقريبا، والبقية على مستوى بقية معناها الشركة البلدان الأوروبية. هذه الشركات لا تدفع الضرائب منذ قانون 72، ولا تسترجع يعني الصادرات عندما تقوم بتحويل المنتوجات نتاع المناولة ترجعهم يعني لبلدانها، وبمقتضى قانون الصرف للبنك المركزي لا تسترجع يعني مداخيلها إلى تونس، ولا تعزز يعني بعبارة أوضح رصيد الدولة من العملة الأجنبية، ولا وتكتفي الدولة التونسية بتحويلات ما يسمى بخدمات الصناعة، تحويلات خدمات الصناعة اللي هي الأجور وبعض معناها يعني التكاليف المحلية مثل الطاقة والمحروقات إلى غير ذلك، فيها جزء كبير يقولون أنه مدعم وهو يستعمل من طرف هذه الشركات. في نفس الوقت تدفع الدولة من خزينتها منح قدرها يعني البنك الدولي سنة 2014 بما يعادل تقريب مليار دولار سنويا، أي ب 2.9 مليار دينار سنويا، في إطار يعني منح مثلا للتصدير، كذلك منح للتأهيل، التأهيل نعم، تجديد يعني التجهيزات للشركات هذه. يعني هناك انخرام تام للهيكلة الاقتصادية في تونس، وكذلك من تداعيات اتفاق الشراكة لسنة 95 أدى إلى فقدان أكثر من 10,000 مؤسسة معدل التشغيل فيها تقريبا 40%، وهي شركات تعرضت إلى عمليات منافسة غير شريفة من طرف الشركات الأجنبية وعمليات إغراق سوق خاصة من البلدان الأوروبية، ولم تطبق الدولة يعني الحماية اللازمة طبقا للقوانين الصادرة معناها
من منظمة العالمية للتجارة. طيب أستاذ جمال الدين، مهم جدا طبعا. هذا العرض يعني ما تعيشه الآن تونس هو نتيجة تراكم بدأ يعني له ثلاث عقود تقريبا. هذا بالضبط ما أردت أنا أن أصل إليه، والدليل على ذلك أخي الكريم احنا من 66 إلى 87 كان معدل يعني التنمية في تونس تقريبا المعدل السنوي في 5.6%، ثم انتقل ما بين 87 إلى 2010 إلى 4.4%، ما بين 2011 إلى سنة 2018 1.7%، في 2019 كانت نسبة النمو في بواحد فقط بالمئة، وهو تقريبا يعني ركود، هذا يسمى ركود في بلاد نامية اللي هو كان من الأحرى أن يكون في مستوى 5 إلى 7 ولا 8%، كان مش حتى يعني برقمين مثل ما فعلت ماليزيا وغيرها وتركيا وغيرها من البلدان. لذلك معناها احنا نعتقد اعتقاد جازم انه مراجعة المنوال التنموي هو معناها امر ملح جدا، وندينا الى عقد ندوة معناها وطنية حول معناها تغيير منوال التنمية، لكن مع الاسف الاطراف الخارجية وخاصة الاتحاد الاوروبي وفرنسا بالذات، وكذلك مجموعة اللوبيات المتمكنة من مفاصل الاقتصاد الوطني في تونس، واللي هي تقريبا محورت في القطاع البنكي، في قطاع الفضاءات التجارية، في التوريد، في يعني توريد السيارات والنيابات الخارجية والعلامات التجارية الخارجية، أصبحت تتمحور في هذا في هذه معناها هذه القطاعات، وتخلت تماما على القطاع المنتج مثل الصناعة وكذلك حتى الفلاحة. اليوم نشوفوا مثلا القطاع الفلاحي لا يتحصل إلا على 4% من مجمل القروض الموزعة في البلاد، بينما قطاع توريد السيارات يتحصل على تقريبا 30% من هذه القروض. إذن مراجعة منوال التنمية قرار سياسي يجب على الحكومة الحالية أو الحكومات المتعاقبة، ضروري وملح إلى أقصى درجة. بالضبط، يعني هو في آخر الأمر هذه الأزمة الاقتصادية، ولكن في حاجة إلى قرار سياسي. على كل أشكرك أستاذ جمال الدين العويديدي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من تونس، شكرا لك. وزير داخلية فرنسا في زيارة لتونس والجزائر الجمعة والأحد الفريتين، زيارة كان عنوانها الأبرز، الأمن أولا وأولا وأولا، حديث عن التطرف، حديث عن عودة أو إرجاع فرنسا لبعض من صنفتهم بمتطرفين إلى تونس والجزائر، كذلك حديث عن الهجرة غير الشرعية، إحياء ملفات ما عرف بالسجون الكبيرة أو بملفات مراكز الاحتفاظ في تونس والجزائر. فرنسا أعلنت بأنها قدمت مساعدة لتونس بعشرة مليون يورو دعما لها في مقاومة الإرهاب وأيضا الهجرة غير الشرعية. على كل كثير من المواضيع، نفس المواضيع طرحت في الجزائر. أتت هذه الزيارة متزامنة مع حادثة نيس التي ذهب ضحيات ثلاثة قتلى في فرنسا، واتهم فيها شاب تونسي مهاجر غير شرعي بأنه هو من قام بطعن ثلاث مواطنين فرنسيين في كنيسة في نيس. معنا عبر الهاتف قوي بوحنية الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ قوي أهلا بك. طيب في انتظار التواصل مع الأستاذ قوي، نشير بأن هذه الأطروحات الفرنسية ليست هي الأولى، كانت فرنسا قد تحدثت في نفس المواضيع ونفس الملفات في زيارة سابقة لوزارة داخلية فرنسا إلى في أكتوبر الماضي إلى المغرب، كذلك كان هناك حديث فرنسي ليبي مع حكومة الوفاق من أجل أن تجهز فرنسا جملة مراكز احتجاز أو مراكز انتظار في ليبيا في تونس. كان هناك رفض ليبي وتونسي أيضا وجزائري ومغربي أن تتحول هذه الدول إلى مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين من منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، ولكن هذه الزيارة أعادت طرح هذا الموضوع، ممكن خاصة في تونس أرادت أن تستغل فرنسا الأزمة الاقتصادية في تونس من أجل الضغط عليها المساعدات مقابل القبول بالمقاربة والرؤية الفرنسية لهذا الموضوع. لست أدري هل الأستاذ قوي بوحنية معنا أو لا. طيب،
في انتظار أن يعود معنا أو في انتظار نتواصل مع الأستاذ قوي بوحنية الكاتب المحلل السياسي من الجزائر. نذهب إلى فاصل قصير. على كل، لم نتمكن من تواصل مع الأستاذ قوي بوحنية الحديث في الموضوع زيارة وزير داخلية فرنسا إلى تونس والجزائر. ملفنا الرئيسي اليوم ليس بعيدا عن المنطقة وليس بعيدا عن تأثير فرنسا في الساحة المغاربية، ليبيا. مؤتمر الحوار الذي ستحتضنه تونس أو تحتضنه الآن تونس في يوم الاثنين، يعني اليوم هناك منتدى لحوار جامع في تونس برعاية أممية. الأمم المتحدة أشرفت على كل شيء، على من دعت وأيضا على الجدول، على خريطة الطريق المعروضة. الأمم المتحدة تتحدث عن انتخابات، انتظارات، ولكن أيضا داخل الساحة الليبية تحفظات كبيرة على هذا المؤتمر. ما قبل المؤتمر وما بعد المؤتمر نناقشه بعد هذا الفاصل القصير في محطات مغربية، فأهلا بكم. الخبر لا ينتظر والأحداث تتسارع، فتكثر العناوين وتتعدد زوايا النظر، وتزيد الحاجة لقراءة متأنية لما بين السطور وخلفيات الحدث لتجميع المعطيات وتمحيص المعلومات. نقرأ أخبار العالم بكل أبعادها ونصحب المشاهدة في جولة في الصحافة. لأن الخبر لا ينتظر والمعلومة لها أكثر من مصدر، في عالم تنتشر فيه الأخبار الزائفة نحتاج للأضواء لنهتدي للحقيقة. نبتعد عن الأماكن المعتمة، نطرح النقاش تحت كل الأضواء، في أضواء على الأحداث نضع المشاهد في قلب الحدث. ثم فكرة، ثم يروي القلب الفكرة حتى تزهر، وكل فكرة لم يروها قلب حي تموت. أما الفكرة التي تموت القلوب في سبيلها فهي الباقية. البعض يرحل ليبقى. جمال خاشقجي، القلم المغدور. القلم المغدور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من محطات مغاربية اليوم. ملفنا الرئيسي ليبيا. ليبيا اليوم افتتاح منتدى الحوار الليبي الجامع برعاية الأمم المتحدة. هذا الحوار يلقى دعما دوليا وخاصة أمريكي. هذا المنتدى يأتي بعد سلسلة لقاءات بدأت في بوزنيقة في المغرب، ثم مونترو في سويسرا، ثم جنيف أيضا، آخرها
كان لقاء في غدامس في ليبيا، وهو أول لقاء يعقد للفرقاء الليبيين في المدة الأخيرة في ليبيا. على كل، ما هي الانتظارات من منتدى الحوار الجامع؟ ماذا كان يدور في الأروقة وفي الكواليس قبل هذا المنتدى؟ ثم لماذا هناك تحفظات كبيرة على هذا المنتدى؟ نتابع بعض هذا التقرير الذي يسلط الضوء على الموقف الأممي والأمريكي مما يقع في مستوى الحوار في ليبيا، ثم نعود لمناقشة جملة هذه المواضيع. أجرى الأفرقاء الليبيون بداية الأسبوع الماضي محادثات عسكرية مباشرة في مدينة غدامس غرب ليبيا بحضور ستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة. وقد تزامن هذا الاجتماع مع لقاء آخر مماثل عقد في المغرب بين ممثلي وفدي مجلسي النواب والدولة تمهيدا لانعقاد ملتقى الحوار السياسي الجامع في تونس، حيث أكد فيه المجتمعون على ضرورة مشاركة السلطات الشرعية في هذا الحوار وإشرافها على وضع مخرجاته وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. واكتفت البعثة الأممية في بيان لها بالإشارة إلى انطلاق المحادثات العسكرية بمقر مجلس غدامس البلدي تحت شعار ليبيا أولا دون الخوض في التفاصيل، فيما تحدثت وسائل إعلام مقربة لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج عن اتفاق على تشكيل غرفة مشتركة ولجان فرعية للإشراف على إيقاف إطلاق النار. وأشادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان لها بما وصفته بالتقدم المستمر الذي يحرزه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، فيما رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بما وصفه بالجهود الشجاعة التي يبذلها المشاركون الليبيون في مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة الجارية في غدامس لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي لوقف التصعيد وإنهاء الصراع والبدء في اتخاذ خطوات ملموسة تؤدي في نهاية المطاف إلى إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من البلاد. وأضاف نورلاند إن هذا المسار المهم سيستمر عندما تلتئم مجموعة واسعة ممثلة للليبيين في تونس العاصمة في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تسيره الأمم المتحدة والذي يهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة طريق للانتخابات الوطنية يمكن من خلالها لجميع الليبيين ممارسة سيادتهم وحقهم الثابت في اختيار مستقبلهم من خلال الوسائل الديمقراطية. محللون يرون أن الخطوات المتسارعة والنشطة لستيفاني ويليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة لإنجاز مؤتمر الحوار الليبي الجامع في تونس والترحيب الأمريكي ملفت بهذه الخطوات ومؤشر لتدخل المجتمع الدولي بقوة في الأزمة الليبية من أجل إيجاد تسوية توفر حداً أدنى من الهدوء على الجبهة الداخلية قصد تحييدها عن صراعات القوى الإقليمية في المنطقة وبالتالي حمايتها من حالة انفلات خطيرة ومتفجرة. إذن بخطوات متسارعة تقريباً في شهر ونصف استطاعت الأمم المتحدة أن تجمع فرقاء ليبيين في منتدى حوار قالت بأنه جامع في تونس. إذن ما سر وراء هذه الخطوات المتسارعة والنشطة لمبعوثة الأمم المتحدة أو رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، وكذلك ما سر هذا الترحيب الأمريكي؟ معنا الحديث في هذا الموضوع وغيره من المواضيع المتعلقة بهذا المنتدى الأستاذ عبد الله الكبير الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الله أهلا بك. تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين. طيب أستاذ عبد الله، دعنا نبدأ من هذا الملفت حقيقة، هذه البيان للسفارة الأمريكية، تصريح للسفير الأمريكي ستيفاني ويليامز تتحرك بنشاط يعني حثيث جدا، تتنقل بين مختلف العواصم، هناك رغبة واضحة بغطاء أمريكي ودفع أمريكي من أجل عقد هذا المؤتمر وإيجاد حل سياسي، إحداث حالة اختراق، ما السر وراء ذلك؟ نعم، السر وراء هذا الحماس الأمريكي الذي بدأ منذ شهور بالانخراط أكثر في الأزمة الليبية ودفع الفرقاء إلى الحوار على أكثر من مستوى، المستوى العسكري الذي رأيناه وقد بدأ في جنيف ثم انتقل إلى غدامس خلال الأيام الماضية وبشكل سريع ومفاجئ توصلوا إلى تفاهمات عديدة. هذا الحماس من السفارة الأمريكية بإصدار البيانات المرحبة بكل الحوارات الليبية
الهدف الأساسي منه هو محاصرة الوجود الروسي في ليبيا. الآن أمريكا ترى في وجود فاغنر وهي ذراع للكرملين في هذه المنطقة تهديد لمصالحها ولمصالح حلفائها الغربيين، ومن ثم تريد أن تجمد الصراع في ليبيا، تريد أن تهدئ الصراع في ليبيا، على الأقل لا يعود الصراع المسلح، ومن ثم لا يكون هناك مبرر لوجود فاغنر في ليبيا، ويتم تحجيم النفوذ والوجود الروسي في ليبيا. هذا هو الهدف الأساسي الذي نرى من خلاله الحماس الأمريكي. الخطة التي تنفذها الآن البعثة الأممية بهذه المسارات وهذه الحوارات هي بالأساس خطة أمريكية. نعم، هذه الخطة وصفها أحد القيادات الميدانية العسكرية في ليبيا صلاح بادي، وصفها بأن خطة خبيثة وعمل خبيث تقوم به الأمم المتحدة، لأن حسب ما قاله هذا القيادي وغيرها أيضا يعني من النشطاء والفاعلين في الشأن الداخلي الليبي، بأن الأمم المتحدة لم تنجح في إدارة الملف الليبي، وأن الأمم المتحدة هي أدارت أزمة أكثر من وجدت حلول. فشل غسان سلامة في حين نجح ستيفاني ويليامز في التجميع، وهناك أيضا تحفظات على الأسماء تحضر منتدى الحوار الآن في تونس. هل هذا كله مناخ يوحي بأن لا، البدايات الآن غير مرحب بها لدى شريحة واسعة من الليبيين، وبالتالي النتائج لن تكون مرحب بها أيضا؟ نعم صحيح. بالنسبة للقائد العسكري الميداني سيد صلاح بادي، أبدى اعتراضه على هذه الخطة الأممية واعتبرها وصاية من بعض القوى الكبرى من خلال بعثة الأمم المتحدة. الآن في هذه اللحظات هناك مظاهرة في ميدان الشهداء بطرابلس يقودها صلاح بادي وشخصيات ومجموعات أخرى ترفع شعارات رافضة لما تسميه بوصاية بعثة الأمم المتحدة. خلال الأيام القليلة الماضية رأينا بيانات عديدة كلها إما تتحفظ وإما ترفض هذا الحوار وتشكك في المعايير التي تم اختيار الشخصيات المشاركة في الحوار بها، وتقول هذه البيانات أن هذه الشخصيات إما شخصيات جدلية وبالتالي لا يحق لها أن ترسم معالم مستقبل الحل في ليبيا، وإما هذه الشخصيات كانت مؤيدة للحرب على طرابلس من قبل حفتر وعصاباته وميليشياته، وإما هذه الشخصيات ليس لها تمثيل حقيقي على الأرض، وأيضا من المؤكد أنه ليس هناك دعم دولي حقيقي لهذه الخطة على غرار ما رأينا في الاتفاق السابق قبل 6 سنوات في الصخيرات، حيث كان هناك شبه إجماع من الدول المنخرطة في الصراع الليبي للوصول إلى تسوية. هذا غير متوفر الآن، ومن ثم مخرجات ونتائج هذا الحوار كيفما كانت ربما تواجه بعرقلة وبرفض من قطاعات لا يستهان بها في لدى الشعب الليبي. نعم استاذ عبد الله، في السنوات الماضيه كان هناك موقف فرنسي داعم لخليفه حفتر، في حين كان هناك تحفظ امريكي، وكان هناك دور ايطالي متقاطع مع المقاربه والرؤيه التركيه للملف الليبي. الان مع دخول روسيا على الخط كاننا بدانا نلحظ ليس فقط محاوله تقليم أظافر روسيا في ليبيا، ولكن أيضا تحييد تركيا. أمريكا تلتقي مع فرنسا في هذا الموضوع، وتركيا مسؤول أمني تركيا تحدث عن بأنها التفاهمات التركية الليبية مع حكومة الوفاق قائمة وستبقى. هل هذا يعني بأن أيضا وراء هذه الهجمة الأمريكية بين معقفين السياسي على ليبيا محاولة لتحييد تركيا وليس روسيا فقط؟ نعم صحيح. والسبب الرئيسي في هذه الانعطافة الأمريكية تجاه الوجود التركي في ليبيا أو التحالف التركي مع حكومة الوفاق هو أن الروس وضعوا شرط لخروجهم من ليبيا هو خروج كل القوات بما فيها القوات والخبراء الأتراك الذين يساعدون حكومة الوفاق. لقد وضعوا التدخل الروسي والتدخل التركي في ميزان واحد رغم الاختلاف بينهما. التدخل الروسي تم بشكل سري وكان داعما للحرب، ومنح حفتر قدرة على التفوق في حرب جنوب طرابلس قبل أن تعزز قوات حكومة الوفاق من قدراتها بالتحالف مع تركيا. أما التدخل التركي فقد تم بناء على مذكرة تفاهم تم في وضح النهار
تم بين حكومة معترف بها دوليا وتحظى بشرعية دولية ويحق لها إبرام مذكرات التفاهم. رغم هذا الفارق الواضح بين التدخل التركي والتدخل الروسي، إلا أن الإدارة الأمريكية وكذلك فرنسا بالطبع بسبب خلافاتها مع تركيا وضعا كل هذه التدخلات في ميزان واحد وفي مستوى واحد، ولعل هذا استجابة للشرط الروسي الذي تردد على لسان أكثر من مسؤول روسي بأن الخروج من ليبيا ينبغي أن يتم في توقيت واحد في توقيت متزامن. وأكد على هذه النقطة السفير الأمريكي، وهو بالمناسبة من يشرف على هذه الخطة الأمريكية الآن، أكد على ذلك في لقاء قبل أسبوعين تقريبا مع صحيفة الشرق الأوسط، وقال حرفيا لا ينبغي لأحد أن يعتقد بأن القوات المساندة لحكومة الوفاق والتابعة لتركيا ستبقى أو ستغادر طالما بقيت قوات فاغنر أو عصابات فاغنر التابعة لروسيا في الشرق الليبي. إذن هو يؤكد على الخروج المتزامن. البعثة الأممية من خلال السيدة ستيفاني ويليامز في لقاء صحفي قبل يومين عبر إحدى الفضائيات الليبية قالت إن موضوع القوات الأجنبية وقوات المرتزقة سيترك للحكومة المقبلة، وقالت أيضا ننتظر تعاون المجتمع الدولي وتعاون الدول المنخرطة في النزاع الليبي لإخراج هذه القوات سواء كانت شرعية وعبر مذكرة تفاهم ومع حكومة معترف بها كالتحالف مع تركيا، أو بالنسبة للمرتزقة الأفارقة الذين سددت تكاليف وجودهم في ليبيا الإمارات المتحدة، أو مرتزقة فاغنر التابعون لروسيا. طيب أستاذ عبد الله، في عودة لما حصل في بوزنيقة وأيضا لاجتماع جنيف للجنة العسكرية المشتركة، في بوزنيقة تم الاتفاق على معايير ومواصفات من سيتولى المناصب السيادية ولم تطرح أسماء، طرحت الأسماء على الهامش وكان هناك خلاف كبير جدا حول الأسماء. كذلك في مؤتمر جنيف تم ترحيل موضوع المرتزقة والقوات الأجنبية إلى ما بعد المؤتمر منتدى الحوار في تونس. حسب تقديرك ترحيل مثل هذه المواضيع الخلافية أليس فيه نية من أجل المحافظة على فتيل أزمة يمكن إيقاده في أي وقت؟ نعم صحيح، لاحظنا أن بالنسبة للاتفاق في بوزنيقة بين وفد البرلمان في طبرق ووفد المجلس الأعلى للدولة، ما حققوه الحقيقة محدود جدا، نتائج محدودة جدا، هي فقط التوافق حول المعايير والآليات التي سيتم من خلالها ترشيح شخصيات للمناصب السيادية السبع في ليبيا، ولكن لم يكن بإمكانهم طرح أسماء أي شخصيات لأن البعثة الأممية رفضت وقالت أن هذا سيترك للمنتدى السياسي، أي أن المنتدى السياسي يفترض أن يشكل مجلس رئاسي جديد وأن يتم التوافق على رئيس حكومة بصلاحيات واسعة وأن يتم تكليف شخصيات للمناصب السيادية وفقا للمعايير التي تم التوافق عليها في بوزنيقة. مسألة ترحيل كل هذه المشاكل واضح جدا أنه نهج اتبعته البعثة الأممية خلال تنفيذها لهذه القطة. ملف المرتزقة تم ترحيله إلى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة هذا إن شكلت. أيضا موضوع المناصب السيادية سيترك للحوار منتدى الحوار السياسي إذا ما تم التوافق على موضوع الحكومة. المهم أن كل هذه الخطوات المتعثرة والمتسارعة وهذه الرغبة المحمومة كلها تشي بأن ما تريده الإدارة الأمريكية الآن هو فقط تجميد الصراع وليس إنهاء الأزمة. نقطة أخرى طرحت في جنيف في الحوار العسكري وسحبتها الأمم المتحدة وقالت للمتحاورين لجنة 5+5 اتركوا هذه الآن، وهي موضوع أو مستقبل خليفة حفتر العسكري والسياسي. الوفد الذي أرسله إلى جنيف ظل يؤكد أن حفتر هو القائد العام للقوات المسلحة، بينما وفد ضباط حكومة الوفاق رفضوا أن يكون لحفتر أو أحد مساعديه المقربين أي دور أو أي منصب في القوات المسلحة المزمع توحيدها أو تشكيلها من جديد. إذن هناك نقاط خلافية عديدة أزاحتها البعثة الأممية وحاولت أن تركز على ما هو متاح، وكل هذا الحقيقة يشي بأن الأمر يتعلق بتجميد حالة الصراع وليس الوصول إلى حلول جذرية كالذهاب إلى انتخابات على سبيل المثال.
هذا هو حل نراه حل جذري، إعادة الشرعية إلى الشعب الليبي ليختار البرلمان الذي يستطيع أن يشكل حكومة تنبثق شرعيتها من صناديق الانتخابات ومن الشعب الليبي، وتملك قوة حقيقية من خلال هذه الشرعية لمعالجة كل الملفات العالقة. هذه الخطوة تجنبتها بعثة الأمم المتحدة، وكأنها تريد أن ترضي الأطراف الإقليمية والدولية المتصارعة حول ليبيا، وليس حل الأزمة الليبية. أستاذ عبد الله، 2019 يعني عندما أبريل 2019 بدأ خليفة حفتر هجومه على طرابلس، وكان غسان سلامة وأنطوني غوتيريش في طرابلس وبدأ هذا الهجوم، وكان ستعقد بعد تقريبا 10 أو 12 يوم كان سيعقد مؤتمر وطني جامع في ليبيا، وكانت هناك خريطة طريق واضحة بتواريخ واضحة والذهاب إلى انتخابات، وكان فعلا غسان سلامة كاد أن يحدث اختراقا، ولكن خليفة حفتر كسر كل هذا الطريق. الآن هناك من يتحدث بأن كل ما يقع الآن هي كما ذكر تجميد لمسار سياسي ممكن أن يكون له تفاعل مع ما حصل في بوزنيقة وفي مونترو، وممكن أيضا خليفة حفتر أن يعود للمشهد عبر عملية عسكرية قوية ولكنها محدودة. هل هذا وارد لضرب الميليشيات أو ضرب بعض المجاميع العسكرية التي تضرب هذا المسار الذي هو يعمل تحت غطاء أمريكي؟ نعم، لن يعدم خليفة حفتر الوسيلة لإفساد أي تقارب سياسي، خاصة إذا اقتربنا من الانتخابات، وهو يدرك كغيره من القوى السياسية الأخرى ولكن هو على رأسها أن أي انتخابات ستطيح بحلفائه الذين يتمسكون بقشة الشرعية مثل عقيلة صالح وبعض النواب الآخرين في البرلمان، ومن ثم يصبح مصيره معلقا بما يتم انتخابه من الليبيين الذين ربما هذا البرلمان يعتبره إحدى الشخصيات التي أزمت المشهد السياسي في ليبيا، ويقوم استبعاده وينزع عنه التكليف الذي منحه إياه عقيلة صالح رئيس البرلمان في طبرق. إذن فرصة خليفة حفتر في إفساد أي تطور سياسي أو أي حلول سياسية أو أي مقاربة سياسية تظل واردة، خاصة وأنه من خلال هذا الحوار الذي يجري الآن، ومن خلال الحوار العسكري في جنيف وفي إغدامس، ومن خلال تصريحات المبعوثة الأممية ومراسلتها لحفتر شخصيا برسالة فيها الكثير من العبارات الإشادة باللجنة التي أرسلها إلى جنيف وباستجابته، كلها توحي بأن حفتر ما يزال موجود في المشهد السياسي الليبي. وعند التطرق إلى ما ارتكبه من جرائم في حربه على طرابلس وهذه المقابر الجماعية التي يتم اكتشافها بشكل يومي في مدينة ترهونة، والألغام التي زرعها والمرتزقة الذين جلبهم، تحيل الأمر إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة أو للجنائية الدولية. إذن الأمم المتحدة تتعامل مع حفتر وكأنه طرف رئيسي، وربما توحي كل هذه التحركات بأن حفتر لن يقبل بأقل من نصف السلطة السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى الهيمنة على السلطة العسكرية. ومن ثم كل هذه الخطوات المتسارعة التي تتخذها البعثة الأممية، طالما بقي حفتر موجود في المشهد وقد رسخ هذا العداء مع تيارات ومع قبائل ومع مدن وقطاعات عديدة في ليبيا، من ثم لا نعتقد أنه سيكون هناك حل جذري من خلال هذه الخطة التي تتبناها بعثة الأمم المتحدة، وكأن الأمر هو تجميد للصراع حتى تتاح فرصة أخرى لحفتر وحلفائه لمعاودة الكرة ومحاولة ضرب كل الخصوم السياسيين وإقصائهم عسكريا من المشهد السياسي والانفراد بالسلطة في ليبيا. طيب، أختم معك أستاذ عبد الله في بهذه النقطة التي فعلا تضيف التباس وغموض للمشهد الليبي. مستقبل حكومة الوفاق أو كل هذه الأسام الموجودة الآن في ليبيا والأشخاص، يعني بشاغة كان إلى حد ما مغضوب عليه من السراج ولكنه فرض نفسه كفاعل سياسي داخل هذه الحكومة. السراج فقد أيضا هامش كبير من الثقة تجاه داعميه خاصة تركيا بعد مغامرته وإعلانه بأنه سينسحب من حكومة الوفاق ثم يعود، كذلك أطراف أخرى محسوبة على التيار الانقلابي عقيلة صالح وأطراف أخرى أيضا موجودة في منتدى الحوار الآن في تونس. كل هذه الأجسام وكل هذه الأشخاص
الآن الانتخابات تهددها لأن ممكن لن تعود للمشهد. حكومة الوفاق ما ركمته خاصة مع الصمود العسكري المدعوم وتلقى إسناد كبير جدا من الفصائل المقاتلة المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق، كيف يمكن أن يتم استثماره من أجل مشروع وطني دون أن يكون لحكومة الوفاق أي عرقلة له؟ لا، في الحقيقة أن استثمار هذا الانتصار العسكري وتجاوز حكومة الوفاق هذا متعذر لسببين رئيسيين. السبب الأول هو أن الحقيقة الخلافات والصراعات دبت داخل معسكر بركان الغضب الذي تصدى لحفتر. يبدو فتحي بشاغة وهو أحد القادة الذين تصدوا لهذا العدوان وأعلنوا منذ أول يوم عن المواجهة، يبدو الآن يسير في خط منفرد ويحاول أن يحقق طموحه السياسي بالحصول على منصب رئيس الحكومة المقبل من خلال هذا الحوار الذي يجري في تونس. وزارة الدفاع في حكومة الوفاق وهي أيضا تقريبا انبثقت من خلال عملية بركان الغضب متمسكة بتحالفها مع تركيا ولا تبدو على وفاق مع وزارة الداخلية، بالإضافة إلى بعض الانقسامات داخل الكتائب المسلحة لحكومة الوفاق وفقا للمتغيرات السياسية. هذا سبب يجعل كتلة بركان الغضب ليست على قلب رجل واحد كما كانت في أثناء الحرب والمواجهة. السبب الثاني هو أن حكومة الوفاق ما زالت هي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، ومن ثم الإطاحة بها من خلال أي عمل متهور قد يزيد من تعقيد الأمور في ليبيا وقد لا تحظى باعتراف ويذهب المجتمع الدولي إلى البرلمان في طبرق، وهنا يصبح خليفة حفتر شخصية بارزة قادرة على جمع كل هذا الشتات. إذن هذه الخطوة في اعتقادي لن يقدم عليها أحد. نحن أمام ثلاث سيناريوهات من خلال هذا الحوار السياسي وهذه الخطة التي تنفذها البعثة الأممية. إما أن يتوافق الحاضرون على مجلس رئاسي يتكون من ثلاث شخصيات تمثل أقاليم ليبيا الثلاث، برقة طرابلس فزان، ويتوافقون على شخصية تتولى رئاسة الحكومة المقبلة. هذا السيناريو الأول وهو أضعف السيناريوهات. السيناريو الثاني وهو مرجح ومحتمل أن يبقى السراج رئيسا لحكومة الوفاق مع ضم نائبين له من الشرق ومن الجنوب، ويبقى المجلس الرئاسي بهذا الشكل برئاسة فايز السراج، ويتم التوافق على شخصية تتولى رئاسة الحكومة غالبا ستكون من الشرق على اعتبار أن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي من غرب ليبيا. هذا السيناريو الثاني. السيناريو الثالث هو أن لا يتوافقوا أبدا لا على مجلس رئاسي جديد ولا على ترميم المجلس الرئاسي الحالي، وبالتالي يضطر الجميع إلى الذهاب مباشرة إلى انتخابات ويلزمون المجلس الأعلى للدولة والبرلمان على إصدار قانون لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في موعد ربما لا يتجاوز منتصف العام المقبل. أشكرك أستاذ عبد الله الكبير الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك.